السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، صحتكم لاباس، كل شيء مزيان انتم؟ اليوم راني جيت للجردة، غادي ندير معاكم نجقلو، غادي نحاول نحيد غير اللي صغيورين بحال هكا. ثم خليهم يطيحوا في الارض، حيت كاين اللي كبارين، ولكن راكم عارفين حنا نجقلو كيبغيو هذاك الفول الصغيور. ثم غادي نحيد غير هذاك الشيء اللي صغير، هو اللي غنحيد باش ندير حنجقلو، والاخر غادي نخليه ندير به شي طويجين يكون واعر بالقوق. ساعه ما عرفتش علاش المشاهدين اللي عنده شي تجربه في الخرشف اللي هي القناريه، كل واش كيقول ليها يبست ليا، ما عرفتش علاش، جيت لقيتها كلها ماتت، ما عرفتش. القوري الجار ديالي قال لي لا، راه سميتو راه شتا بزاف، هي اللي كتقتلها، وما نعرف ما عرفتش علاش، شنو واش بصح ولا ما نعرف. حتى انا زعما التجربه ديال القناريه ما عنديش. نشوف مع الوالد، هو اللي عنده تجربة في هادشي. بدي الناس ديال العربية يا المشاهدين، ما نقول لكم شو صار، كنحس بواحد السعادة ما عرفتش كيفاش دايرة. العربي كيبقى غير عربي، وحق الله، واخا يمشي فين ما مشى كيبقى غير عربي، والحمد لله والشكر لله اللي انا عربيه، والحمد لله شكرا، وكنفتخر بها. ما باغياش نتبدل، وما عمري غادي نتبدل حتى على شي حد، غنبقى دائما انا هي. وشكرا لله تبارك وتعالى اللي عطاني هذا القلب كبير، وكنصبر الناس اللي ضروني واللي طعنوني في ظهري، واللي بزاف 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 ما يتقال، بزاف ما يتقال معكم المشاهدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيفاش عليكم؟ بعض الأحيان في شوفو القزبر كلو دار النوارة، والبطاطا قداش ولات. المهم اليوم راكم عارفين ما كايناش الخدمه في فرنسا، ومع ذلك كلشي جا الجرادي ديالو، يعني ما الدار منها ماشي قنط فيها وكلشي. اللهم الجرد احسن نكارتاح. مشاهدين انا صايمه، كنخاف غير لنمشي ننسى ونهشي فوله نديرها في فمي. انا هادشي ديال العربيه كنموت عليه ناكلوها. شي غزال يكون خضر، كما غادي نقطع معاكم كاع حنزقلو اللي زوين. مبارك، انتوما قطعت قفيفة كافي هادشي. انتم البطاطا، وهذه راه الملوخيه المشاهدين، شوفوا انتم كيفاش دايره الصلاده. هذه قرعه، هذه قرعه حمراء، هذه شليضه، شتي اول خرش في يدكم مات، ما عرفتش علاش، شفتو ما نعرف. عندك شليضه،
بطاطا قصبية مع دنوس، وهذا النافع. شوفوا تبارك الله كيفاش جا، فهمتوا؟ بدا كاين يدير النوار، دار النافع. شتي انت هاد الخرشف هادي ما ماتتش، والاخرى ماتت ما عرفتش علاش. لويزا هي عاشت قرعة نايضة. غادي ناخد التومة فريش المشاهدين، باش غادي تقرضات بقى الراس لداخل. هذا الكرافس ليكوستين ليزيبينار والنعناع. هذا المعدنوس عاد زرعته باش ينوض مزيان. البصلة، البروكول، المهم شوية بشوية. الفول، الفول كبر بزاف. ولا مالك انت ما تقلعوش وتفركو وتقادو وديرو في ميكا تسخشي في الكونجيلاتور؟ ضروري خصني نكون انا. سمعوا المشاهدين، انتما المشاهدين، انا وصلت للدار من الجردة. دابا غادي نصايب معاكم حنجة حلوة. الله، الطريقة اللي كتجي سهلة. دغيا كيوجد التومة، وغادي ندير حتى ديك التومة الدارية اللي وجدت كربع ديال التومة في الدارية، تا هو غنديرو كيجي زوين. وكتزبر الكاس برما فيها الماء. غادي نبدا نقي هكا، حيد لي هاد الخيط هذا، ونديرو في الماء يتغسل مزيان، وعاد نديرو القطري ما فيش الخيط. ما شويه كبيبر نتوما، هذه كبيبرة هذه فيها الخيط. ليس الويكاند نديرو شي طويجين بيها. المغرب راه شبعو فول، حنا عاد بديناه ساعة بقوت لي الحال بارد، ما كيخليش الخضرة تكبر دغيا. وما كي هذه يعني دابا هاد الشهر الفوق عاد بنادم يبدا يزرع. زعما نقول لكم حنايا بعد الرجال الى خطاوهم العيالات كاين والو. ولات الخدمه الحوايج اللي خص الرجال اللي يديرهم لو تيديرهم العيالات مساكن. ما خص العيالات يديوها في صحتهم الصراحة، الله يديوها في راسهم يديوها. المهم انا صايمة ما بغيتش نهضر بزاف، خليوني تنكون فترة وغنهضر. ما دابا مع الصيام هي ما نهضر. وليت الفيديو اخر ان شاء الله ما نكونش صايمة وعاد نهضر، باش ما نخسرش صيامي. ها
عندي واحد اختي مسكينه كتعيط ليا كل صباح قبل ما تخرج للخدمه، واحدة اللي كتفكر فيا ساديه ديما تكون خارجه للخدمه تعيط ليا عتات باش كلشي مزيان باش كلشي بخير، حيت عارفه ما بقاتش عندي صحه مرات انا ولا يعني الواحده اللي كتحن فيا وكتسول فيا مات الخوت، مشات ايام الخوت وايام مشات مع الوالده الله يرحمها، قطعتهم شويه غلاضة المشاهدين ما تنظنش ما غاديش نديرهم، قطعتهم غلاض يعني المهم نخليهم حتى نديرهم طاجين مع كسكسو نخصو تاعتو مع كخضاريه، نغسل كل شيء ونوجد كل شيء ونرجع معكم انتم المشاهدين. عندي هنا الثومه، ثومه خضريه وثومه هذه غنخليهم هكا كاين طراف، وعندي هنا القزبر حتى هو غنلوحو هكا طراف اللي جبت من الجرده فريش كيطلق واحد الريحه روعه، مغسلتهم وقديتهم وغادي نديرهم في الفرن هكا غادي ناخذ شويه د الحار باش كيطيب بنين كيشرب ديك الحار وديك هادي كيجي دي الملحه وندير الكمون كاس عندو الغطايه ديالو ومع ذلك ماشي مشكل غادي نديرلو السلوفان نغلق عليه السلوفان ديالها دراحة نقلب العربية المشاهدين نديرها طريقة عروبية باقي غادي ندير ليه زيت البلديه داكشي هاد غتشوفو الطريقة دابا غادي نديرو هكدا أو غادي نخليه يطيب حتى على خاطرو أو نرجع معاكم منين يطيب باش نديرو المرحلة التانية. نتوما المشاهدين نجقلو وطاب ندير شرمولة ندير زيت الزيتون شرمولة راه فيها التومة التومة غادي نخليها هي بدا تطيب شوية غادي ناخد الفول غادي نلوحو في المقلة ونحطو التومة اللي في بلاصتها ورا شرب التومة شرب قزبور داكشي لي درت معاه ندير زيتو شرمولة نخليه ورجع معاكم نتوما المشاهدين نجقلوه وطاب، وسلقت الروز بشويه د الملحه درت له شويه زيت العود درت له الجناب ديالها عندي هنا الكفته
ندير ليه شويه ديال زيت الزيتون من الفوق. وهانتم المشاهدين، الحنجقه ديالي واجد، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. دعمونا بجيم اشتراك في القناه، نشكركم بزاف. الى لقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.